الثانية انتهت أيضا التعادلية، بس التعادل السلبي بين أهلي مروي والوافد الجديد فريق ود نوباوي. أهلي مروي فريق شارك قاريا في بطولة الكونفدرالية، واستهلالية غير مبشرة لملوك الشمال بتعادل سلبي أمام الوافد الجديد. نعم، هي ليست غير مبشرة بالنسبة لأهلي مروي، زي ما قلنا ده بداية الدوري الممتاز في هذا الموسم، وغالبية الفرق تكون في عدم جاهزية تامة. الوافد الجديد فريق النوباوي من الفرق القادمة للدور الممتاز، قادم بروح قوية جدا جدا علشان يثبت هذا الموسم ويمثل مدينة أم درمان مع غمتي البلد الهلال والمريخ، ودي البدايات كده بتكون فيها شوية من التعثر من ناحية الأداء، من ناحية مستوى اللياقة، من ناحية أداء اللاعبين. فنحن بنجد لون العذر يمكن في البداية، لكن خلال الأسبوع الرابع والخامس بتصهر جليا أوضاع الفرق، بتصهر إمكانياته، بتصهر إمكانيات اللاعبين، ويبان كل شيء بإذن الله.